الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نريد من سماحتكم أن تبينوا فضل الصحابة رضوان الله عليهم بشكل مختصر، خاصة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الصحابة رضي الله عنهم هم خير قرون الأمة، لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وتعلموا منه ونقلوا الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم، فهم سادة الأمة وهم أفضل القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصحابة هم خير هذه الأمة وهم سلفها وهم القدوة، قد أثنى الله عليهم ومدحهم في آيات كثيرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه صفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فهؤلاء صحابة رسول الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهم صحابة رسول الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، الخلفاء الأربعة الراشدون، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.